السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقنية جديدة الاسم في مصر وأخيرا نزلت، وعايزين نعرف ايه هي الاسم وايه هي الشريحة اللي نقدر نستخدمها في التليفون بتاعنا بدون ما نركب شريحة في التليفون أصلا. كل ده نعرفه بالتفصيل وأكتر إن شاء الله في الفيديو، لكن الأول ما تنساش دعمني بلايك وسبسكرايب للقناة ويلا بينا. طبعا كده نعرف ايه هي الاسم. الاسم دي عبارة عن شريحة رقمية تقدر تستخدمها في التليفون بتاعك، ولازم يكون التليفون بيدعم الخاصية دي. يعني على سبيل المثال انك ممكن تروح عندك الفرع او اي فرع، لو انت حبيت تشتري خط، الخط بيجي معاه كارت زي اللي قدامك ده كده. الكارت ده بيجي تحت كده زي ما انت شايف كود كيو ار او كيو ار كود زي ما انت شايف كده. انت مجرد ما بتيجي تعمل له سكان، حاجة زي كده يعني، بتعمل لها سكان على طول بتضاف عندك في التليفون بتاعك انت. طيب هل ينفع ان انا اركب الشريحه في التليفون؟ مش شرط انك تركب الشريحه في التليفون، انت بس مجرد ما بتيجي تعمل سكان للكيو ار كود ده على طول بتلاقي الشريحه عندك ظهرت في التليفون بتاعك، وتقدر تتعامل بيها كانك مركب شريحه بالفعل في التليفون عادي جدا. يعني لو تليفونك مثلا يعني بيدعم شريحه واحده، ممكن تخليه يدعم اكتر من شريحه، وطبعا ده فيه مميزات كبيره قوي قوي للتليفون بتاعك. يعني تليفونك مثلا في شريحة او شريحة بلاستيكية اللي هي الـ SIM موجودة في التليفون بتاعك، ممكن تقدر تضيف له اكتر من شريحة الكترونية عادي جدا، طبعا ده في حال لو التليفون بتاعك بيدعم الخاصية دي. طيب علشان نعرف ان التليفون بتاعنا بيدعم الخاصية دي ولا لا، هنعرف كده مع بعض. اول حاجة بتروح عندك على اعدادات التليفون بتاعك انت، بعد كده بتروح عندك على حاجة اسمها خلوي، او في الاندرويد هتلاقي حاجة اسمها الاتصالات، كل عليك بس تضغط عليها ضغطة كده، وبتنزل تحت بتلاقي فيه حاجة اسمها شريحة إلكترونية، كل عليك بس بتضغط على الشريحة الإلكترونية، ومن هنا على طول هيحولك على تشغيل اللي هي إعدادات الخدمة الخلوية اللي هي الإيسيم في التليفون بتاعك أنت. هنا بقولك نقل من آيفون قريب، لو أنت مثلا عاوز تنقل الخط بتاعك من آيفون لآيفون، أنت بس مجرد بس ما تيجي تضغط عندك على نقل الايفون وبتعمل تلامس للجهازين، على طول بتلاقي الشريحه اتنقلت على التليفون التاني عادي جدا، من غير ما تحتاج انك تفك التليفون او بتحتاج ابره علشان تطلع الخط بتاعك. فدلوقتي هنعمل رجوع ونروح عندنا نستخدم رمز الكيو ار كود، هتضغط عليها ضغطه كده، وبعد كده على طول بيفتح معاك رمز الكيو ار كود، وبعد كده بتروح عندك بتعمل سكان للشريحه بتاعتك او بتعمل سكان للخط بتاعك، وعلى طول بيتم تفعيل الخدمه الخلويه في الجهاز بتاعك انت. طبعا هي عشان مش اتفعلت دلوقتي، لكن ان شاء الله ممكن الاسبوع الجاي او الاسبوع ده على طول يتفعل معانا الاسم في مصر. طيب دلوقتي انت محتاج تعرف هل التليفون بتاعك بيدعم خاصية الاسم ولا لا، فانا دلوقتي هعرض لك في الفيديو اللي قدامك فيديو كده او شريط ماشي بيعرض فيه كل الهواتف اللي بتدعم خاصية الاسم. طبعا خاصية الاسم دي ممتازة جدا، عملتها الشركات المصرية، ودي حاجة كويسة جدا ان هي تخلي التليفون بتاعك بيحمل اكتر من خط، بحيث انك تقدر تستخدم انك تعمل الاتصالات في كل الخطوط اللي انت محتاجها، احسن ما تروح تشتري تليفون تاني علشان يعني مثلا تركب خط تاني في تليفون تاني. يعني مثلا ايفون ما بيشيلش الا خط واحد، فانت محتاج انك تركب خطين كمان عليه ممكن تشغلهم بالاسم. طيب دلوقتي انت محتاج تروح الفروع علشان تقدر تفعل الخاصية دي لو انت مشترك جديد، اما لو انت مثلا في خط معاك فودافون ممكن تنزل تطبيق انا فودافون، وعلى طول بيعمل تفعيل للخاصية دي اول ما يتم تفعيلها في مصر. طبعا عشان اوضح لك حاجة احنا ما كناش نعرفها في الاسم، ان هي بتكون اكتر امان. يعني مثلا لو التليفون بتاعك ضاع، على طول بتلاقي ان اللي سرق التليفون على طول بيخرج الشريحة من التليفون، لكن الـ SIM دي مش دي موجودة في الجهاز بتاعك وعمرها ما بتتشال، او مفيش حد يعرف يشيلها خالص الا بامر منك انت، وبالتالي هتكون في شريحة دائمة موجودة في التليفون بتاعك انت. طبعا ايه هي نظام الباقات بتاعتها والخطوط وكمان الاتصالات، كل حاجة زي ما هي، هتلاقي الباقات زي ما هي والخطوط زي ما هي، حتى كمان لما يجي يتفعل الـ 5G وبشكل تلقائي هتلاقي الخط اللي هو الاسم متفعل على طول الـ 5G، ده في حال لو تليفونك بالفعل بيدعم الـ 5G. يعني على سبيل المثال احنا محتاجين نعرف هل التليفون بتاعنا بيدعم الـ 5G ولا لا، فانت لما تيجي تركب الاسم ان شاء الله حاول انك تشغل الـ 5G كده للشبكات اللي بتدعم الـ 5G، كل عليك بس بتروح عندك على حاجة اسمها هنا خلوي تاني، وبعد كده خيارات البيانات الخلوية بتضغط عليها ضغطة كده، وبقول لك هنا الصوت والبيانات بيحولك من 5G او 4G لحد 5G، ده في حال لو تليفونك بالفعل بيدعم الـ 5G.
يبقى كده التليفون بتاعك بيدعم الاسم وال5G، يبقى انت كده 10/10 وتقدر تستمتع بكل بيانات الاتصالات وكل الخدمات اللي بتقدر تقدمها لك الشركات المصرية. لو انت محتاج تعرف اكتر تفاصيل اكتر عن الاسم ممكن تزور الرابط اللي موجود في التعليقات او الوصف. دمتم بخير، ويا ريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة. مع السلامة.